صباح الخير يا جماعة، ازيكم؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهاردة عندنا تصوير مع حودة يا جماعة، مش عارفة اقول لكم صراحة يعني الدنيا عاملة ازاي، بس صحينا الساعة 8 مش الساعة 5، الحمد لله رب العالمين. صحينا متأخر شوية، بس خليكم معانا بقى نبتدي مع بعض اليوم. النهاردة فيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، فكرته هتعرفوها كمان شوية لما اجمع لكم العيلة. خليكم معانا وشوفوا معانا الفيديو، ويا رب يكون الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وقولوا لنا في الكومنتس تحت ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكوش. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، لو عجبكم مش تعمل لايك شير على زر الجرس، تشتركوا مع اي احلى وصلونا للمليون. طبعا انا لسه بشرب شاي، بس بقى خليكم معانا وتابعوا معانا الفيديو علشان تقولوا لنا رايكم في الكومنت. زوزو وحشتيني. وانت كمان زوزو، انا بحبك قوي. بصي يا غزوله، فكره الفيديو بتاعنا بتاع النهارده ان احنا كل واحد فينا هيغني اغنيه بصوته، يعني والفانز بتاعنا في الكومنتس تحت هيكتبوا لنا مين اكتر حد صوته حلو. كل العيله هتغني. ماشي، كل العيله. خلاص، وهبدا بيك انت، يلا غني اغنيه. اول حياتي ياما اتدبت فيكي، شلتني في عينيكي، والى ما قلت الاه شلتني في عينيكي. وكبرتي ياما وانتي شلياني وانتي شي حد اجحد من والله العظيم. وهذا غنيني امي، ثم امي لحد اخر يوم في امي. ربنا يخليك لي يا غزول. زوزو انا بحبك على فكره، والله العظيم بجد، ربنا يخليك لي، انت حياتي. زوزو انت بتقولي الاغنيه دي من قلبك ولا بتقوليها كده وخلاص؟ لا من قلبي. صح، قولي والله. قولي اقسم بالله، جوه من جوه جوه قلبي، من جوه 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 جوه. مش هكذب. قولي لا والله، قولي والله لا. طب انا ولا عمر؟ انت بتفكر ايه؟ انت حضن طيب، احلى حب في الدنيا كله ده الحضن الصافي يا جماعه. الايه؟ عمر لا، عمر مش هيزعل يا عمر. انا بوجه لك رساله ان لو هي ملهاش خلفيه مش هيبقى لها خلفيك يا عمر، يعني مثلا هي بتحبني فهتحبك، لو هي يعني مش يعني مش هتحبني او هتخليك انت عني يبقى في يوم من الايام كده يعني، صح؟ لا يا عمر. لا يا عمر ما تزعلش، بقول لك غزل بتقول لك ما تزعلش، بس دي مامي يعني، صح؟ ماشي. يلا تعالي نشوف مين فينا يغني تاني. انا لا لا لسه، محمد واحمد وحوده وندى وسلمى لا قولي. اسمها غزل بنات يا بنات، يا غزل البنات مش غزل اللي خلش بنات، ما شبعش من حنيه ولا دقش الحلويات، حلو الايام في عينيا عشان خلفت النية، ولا شفت الارض اتهدت ولا دار حيطة ولا مليت الحيطة عليا، سقف ورقص يا ولاد الفرح ملوش معاد، ضحكتها لما اتولدت. I love you. I love you too much. I love you. تعالي نشوف مين فينا يغني تاني. لا انا لا لا خلاص كفاية. ما طيارة. بصي يا جماعة، الله زمان يا جماعة كانوا بيقولوا ده صاروخ ونقعد كده يعني، صح؟ لا طبعا بهزر معاك، بتاعت ناس تانية. صح يا جماعة، بصوا مكة راحت تجيب لي وردة، بصوا يا جماعة، بصوا مكة بتجيب لي وردة، بصوا مكة. بص ايه بتفكر. شكرا يا كوكي. يا كوكي شكرا. هي اديت لها واحدة والله. بص جابت لي، بص لسه جايبة لي دي، رميتها في الأرض اهي. يا كوكي تعالي، مالك ليه زعلانة؟ فين الوردة بتاعتي؟ فين الوردة بتاعتي يا كوكي؟ بص راح تجيب الكرة. جماعة بقت بنت مشكلة، بقت مشكلة. كوكي يا كوكي تعملي ايه؟ تعالي
يا جماعه مكه شبه غزاله صغيره بالظبط. كوكو كوكو يا كوكو كوكو. بتبص على غزاله بتلعب بالسكوتر. احمد الحلم لسه عند منك؟ عند مني ده. عند منك يعني؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا مش عارف ليه بحب اجي اتكلم في قناتك. بجد؟ انا عارفه. المهم دلوقتي عايز اقول لك على حاجه واسالك سؤال. قبل ما تبداي، ايه رايكم في القميص ده يا جدعان؟ قمر. من الاخر. قولي بقى. بص يا احمد دلوقتي انا عايز اسالك على حاجه، تمام؟ عايزاك تقول لي تغنيلي اغنيه بصوتك عشان غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني غنيني شوي شوي وغنيلي وخد عيني غنيلي وخد عيني ده علق. لا 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 اغير، لا اغير. ايه ده انت علقت؟ بص احنا هننزل بالمقام واطلع بيه تاني. لا لا اغني اغنيه تانية. غني سوق اغنيه فيها كلمات. ايه غني لي شويه عيني خد عيني. ايه غني ايه ده؟ اغنيه فيها كلام؟ كلمات. بغني اغنيه من كام يوم وحضرتني الاغنيه حضرتك. قول بقى. لا ما تهزرش يا احمد. لا والله اغنيك اغنيه. تملي معاك تملي وحشني يا قلبي ومش هنساك. تملي معاك. ما تجيش دعوه بالناس اللي واضحه. لا مش دعوه بالفضل. انت مش عامل لي حصان. لا اقسم بالله بماما بتنادي يعني فعيب. ركزي في صوتي. اهو اتفضل يا احمد باشا. يلا. يلا اتفضل يا بيه. انا ولا عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي. بحبك يا حبيبي بحبك. والله هموت عليك. انت غني انت ولا انا؟ لا انت. ما انت مستضافاني عندك في قناتك؟ يبقى انا اللي غني. خلاص انا اسفه والله. انا ولا عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي. بحبك يا حبيبي بحبك وهتجنن عليك. انا بقى حالي ما حالي ولا شاغل بالي يا عمري غيرك يا عمري. والله يا موت عليك حبيبي. انا عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي. بحبك. شنطة ندى جلجل من جلجل في العاب. العاب. انا رايح المدرسة يا جدعان. باي باي يا حودة. بصوا يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة. يلا ندى بتجيب النقاب. بصوا يا جماعة عايز اقول لكم حاجة. طبعا كلكم طبعا بس. صوتها مين بقى؟ ملاحظين ان انا عمال العب في شعري كتير. لسه عامل لوك جديد يا جدعان. حكيتوا حكاية ان لوك ده. ايه ده انا هطلع احكي لكم فيه. ده عايز 10 حلقات لوحده. النيلوك الجديد ده. تمام. نيلوك. بس ماشي انت كده غنيت يعني؟ انا عايز اقول لك على حاجه. صوتك زباله. قمر. وبامان. قمر. انا لو عايز انعم صوتي هنعم. طب ما تنعم. ايه ده؟ ايه؟ غني. انا بغني تلقائي. طب ما تبقى تلقائي. غني طيب. ده انا عامل اغنيه. اتفضل يا برنس. يا ملك التحديات. برنس مصر. برنس مصر يدي كسر كسر كسر. برنس مصر عطي موجود. والله العظيم انا تعبت. محمد برنس مصر ملوش حدود. كفايه كفايه برنس مصر. سلسل. محمد برنس مصر مش شايفكم. لا كفايه برنس مصر. كفايه برنس مصر. محمد دلوقتي انا عايز اقول لك على حاجه. دلوقتي عايزك تغني اغنيه. اي اغنيه؟ بس غير برنس مصر. ماشي يلا. سبت فراغ كبير عندي والله حبيبي حبيبي وانت هناك بعيد. مش بعيد عني يا حبيبي. كمل يا محمد. قول لي انا اعمل ايه؟ اصل هم يحكموا في الاخر في الكومنتات مين صوته احلى. انت عايزه صوت؟ لا استنى. لا لا ايوه وريني. ايوه وريني يا برنس. يلا يا برنس. اغنيه كنت فين لما الليالي سهرتها. كنت فين لما الليالي سهرتها. شفتي بطلع بالمعنى. انت عامل انت عامل والله. يلا استنى. انت بتعمل معاه زي ابوكي وتنزلي بيه؟ بس يلا بقى. طب قولي اغنيه حلوه اغنيه. انا مالي انا كل واحد ليه اغنيه معينه بيغنيها بيحب يغنيها. طب استنى. كفاياك اعذار والاخر مره اقول لك. كفاياك اعذار والاخر مره. بس بكسبك ازاي؟ هقولها لك. محمد غني معانا اغنيه كامله. ايه اللي بتقطع عندك؟ اغنيه كامله؟ انت انت بتهزر. انا بحسب بتقولي كوبليه. لا محمد غني لي كوبليه كامل مش تقطعش النص. كل يوم يفوت
كل يوم يعدي بصحى فيه وبموت، يجي مليون مره لوحدي لو سمع لي صوت، قرب خد بيدي ياللي دايما ناسيني. يا محمد حلو حلو. لا 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 والله. لا يا محمد خلاص، اهم حاجه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر، وصلوا اهل المليون. للمليون. عشان ترقصوا الكرمه دي نمبر 1. عشان اقول لكم بعد كده انت رقم 1. ايوه ايوه كوكا. عايز اقول لكم على حاجه، مكه اقسم بالله طول اليوم في البيت تمسك اي حاجه على ودنها. صالح ايوه ايوه ايه هقول لك هقول لك صالح بيعيط امبارح عشان تعرفين حدا وماشى من هنا وسن. صالح بيعيط امبارح، حدا كان في التليفون قال لي كلمي صالح، سكت وبقى بيضحك ويهزر واقسم بالله. لا يا مكه تقولي اي حاجه تمسكها على ودنها. ايه صالح اصلا اول ما سمع صوتي قال لي ايه حبك. تعرفي لما لما اكلمك في التليفون انا عامل كده سكتي. كوكا انت بتحبيني؟ كوكا انت بتحبي ايه؟ تحبي ايه؟ الو يا ايه؟ ايوه 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 اي 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 اي. شكرا يا محمد جدا، امتعتنا بصوتك صراحه. العفو. بس جد. عايز اقول لكم على حاجه، قولوا في الكومنتات صوتي حلو ولا لا، وكم في المية يعني عجبكم بنسبه كم؟ ما هم هيقولوا. ما تقولوش بس 100%، قولوا 200. لا تعرفين صوتي حلو جدا. بصراحه. السلام عليكم. لا رائع رائع. تعالوا نكمل بقى. تعالوا نكمل بقى نشوف بقيه العيله صوتهم عامل ازاي. يلا ندى جلجل مجلجل في الالعاب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده احنا ستار ميكر في الفيديو، فاحنا عايزين نسمع صوتك باغنيه معينه عشان هنحدد مين احلى صوت في العيله. انت تغني يعني؟ اه اغني. اي حاجه اي حاجه تختاريها، اي اغنيه. انت عايزه ايه؟ طب انا لما اشوفه ايه قبل كده، بس بقالي كتير معتكفه. لا حضرتك الاغنيه اللي تريحك وتعجبك يعني، عادي يعني اي حاجه. ماشي يلا ماشي يلا. لا لا يا ماما، ولا برنس مصر ولا جلجل ولا مع اي احلى ولا مستر احمد ولا اتحاد ذات والكلام ده كله. عايزين اغنيه 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 من من الاغاني. انا هكتب اغاني قدام كل الشعب. لا اهو اغاني. استني استني بيعتذروا. استني. طب يلا ايه بتكلم ده؟ اه يا هات. شفتها مع حبيبها، كانت ايده في ايدها وكانت عينه في عينها شفته فيا. يا لهوي انا شامة اصلا. انت بتقولي ايه اصلا؟ بس خليكي معايا يا زلمه هناك. ثانية كانت اغنية جراحي دي في اعدادي وابتدائي. جراحي؟ ندى دي بتسمع. لا معلش بس ندى انا اسفة معلش يا سما. حضرتك بس حددتي كده. طب انت عايزة ايه؟ وتجيني تعمل ايه لسه بخيري؟ مش هتبقي غيري. ايوه انا غيري مفيش بهوايا. انت قاعدة معايا عينيكي دنيا يا جمال من العين. اولا انا عايزة اغنية رومانسية عشان الشعب ما بيبقاش في الصوت. يعني حمو بيكا بيقول لك انا مؤدي. حمو بيكا بيقول انا مؤدي، انا عايزه صوت يعني حاجه يبقى فيها صوت. في احساس مالي وفي خوف ودمع في عيني مش قادر اداريها. رب عنداني وتكبرني يا حبيبي. انا يا جماعه اقسم بالله انا طول عمري بسمع الاغاني كامله، انا اول مره اسمعها في الفيديو ده الاغاني مقطعه. والله بيبدأها كده. طب اتفضلي اتفضلي اتفضلي. وائل جسار يا اهلي. وائل جسار. طب في وائل جسار حاجات جميله ثانيه. اعذريني يا مزفافك. لا دي مامتي بتحبها دي. ما قدرتش تجيبها. تحيه يا طنط رشا. عايزه ايه تاني؟ يلا قولي. ما انا غنيت لك اهو يا مالك بس في ايه؟ وكده غنيتي؟ غزل. كل اصواتهم زيرو. لا اسم الله على بنتك. انا بدات. لا غزل يا ماما غنيت لي اغنيه حلوه جدا. انا سايباك عشان ما تستحلوش. ماما اغني. فتح الله تعالى غني اغنيه. يلا غني. اندل اندل اندل. يلا غني. رقصي رقصي. بيقول لك رقصي رقصي. اندل اندل اندل. يلا يا تيتو. تيتو امسك ده. طب يلا غني. يلا يلا غني. اندل اندل. بيعشق غزل هو. تيتو رومانسي. معاكم اندال. فتح الله فتح الله. اندال مؤدي. هو مؤدي ده بيغني حلو قوي. اديله اي اغنيه. طب تعالي بس تعالي انت ادي براحتك. امي كده غزل بس عشان نكمل ستار ميكر بتاعنا. هم غنوا اغنيه. هم غنوا اغنيه. مش عايزه اقول لك المستوى قل خالص يا غزل. طب ينفع تغني لنا اغنيه؟ هتشغل علينا اغاني. واللي جيتو في ساعتي انتهت وانا. لا لا بحبها. اغني لك اغنيه. استنى نغني لك اغنيه. استني استني بقى يا بنتي. استني في اغنيه بتاعت ام كلثوم كنت بحبها زمان اللي هي بتاعت ايه. استني اهدي شويه. اللي هي كانت بتقول فيها ايه؟
سيد ذكرها في ايه؟ بفتكر الاغنيه. استني فكريني كده. ولا مش حبنا غلطه ده ام كلثوم؟ ندى محمد ما غنيتيش لسه في الستار ميكر بتاعنا. في ستار ميكر هنا. طيب ماشي. استني طيب قولي كده. استني محمد الاغنيه اللي كنا بنغنيها بتاعت ام كلثوم قلبي ولا اللي كانت بتغنيها زمان اسمها ايه؟ دنيا. دنيا قلبي ليه؟ لا اللي كانت دنيا بتغنيها. دلوقتي قعدنا مع ست الحبايب ست الكل. ماما هتغني لنا اغنيه. اتفضلي غني. اغني ايه؟ اقول اي اغنيه عشان الناس هيحكموا في الكومنتس تحت مين احسن صوت فينا كلنا. طب قولي انت. طب مش عارفه انا اغني ايه الايام دي. انا مالي انت مالكيش دعوه بالايام دي. وليه؟ ان شاء الله تغني اغنيه من زمان قوي. عادي براحتك اتفضل. انا ما عنديش اي خوف. يلا براحتك. الله انا سامعاك بتقولي اندال. لا اندال دي شعبي. احنا مش عايزين شعبي. امال ايه؟ احنا عايزين صوت يعني اغنيه عاديه. طب فكريني بحاجه مش عارفه. مثلا غني هي اللي ظلمت الحب. مش حافظه. غني على ايه؟ مش حافظه اي اغاني. انت مش حافظه؟ والله العظيم ولا ستار ميكر النهارده فاشل فشل ذريع. يا جماعه فاشل فاشل. الجيل دوت جيل فساد. طب غني اغنيه اندال بنت الجيران. صعب بنت الجيران. فتح الله غني اندال. اندال 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 ارقص يلا. الله ما فيكم جدعان. بس يا هند هات بوسه. هات بوس بيقول لك امشي يا هند. امشي عني. انا ماشي. ابعدي عني. انا ماشي يا بنتي. تعالى تيتو تعالى. قول لي هند ابعدي عني يا هند. ابعدي عني يا هند. ابعدي عني. تعالى لي وقول لي عايز حاجه حلوه هند. لا هو بيطلب من ايه بس صح؟ لا يا اختي لازق لي لازق لي. قول لها ايه بس صح؟ لا هند ايه ندى يا جماعه شجعت. اقسم بالله انا واحده في حاجه غلط عندي في حياتي. ايه هي؟ انا الوحيده لما بسمع اغاني ببقى متاكده من ان انا هتنكد. اللي هي عندها نكد وعلى حسب كميه الاغاني اللي اسمعها. طول عمرها تقول كده صح. اليوم العظيم صدق هو طول عمرها ندى كده. اليوم اللي اسمع فيه اغاني ببقى عارفه ان نهايته وحشه. صح. حتى لو اغنيه واحده بتبقى مشكله بسيطه. اغنيتين بتزيد. ثلاث اغاني اما لو بتطلع دي اللي بيحصل. بقت فرصتي اقسم بالله الوحيده اللي ممكن اسمعها في العربيه من نفسي بالسماعات. انت لو سمعتي تدي كامل اللي بيحصل لا ما انا بقى خرب كاني مش انا اللي مشغلها. طب انا مشغله الاغنيه دي جت نكد. قولي والله والله العظيم لو انا اللي دايسه على الاغنيه ومختارها ومشغلها تنكد. ربنا يستر ربنا يستر. انا متضايقه وانت خليتيني اغني اغنيه. طب انا هسيب مني المشاريب. لا لا انا مش دعوه. ما تغنيش ابعدي عن ايه. لو انا منك ما تغنيش بس والله العظيم كانت عايزه يبقى الواحد نفسه فرفشه كده مش بلاقيها مش بعرف اعمل ايه. مش هغني اغاني على طول يا جماعه. والله بيتي بشغل فرفشه. طب تبقي متنكده قولي لا اله الا الله سبحانك اني كنت متظلمين ثلاث مرات وديني يا ندى هتلاقي. بصي يا سيدك دوت هي حلفت بدينها. استغفر والله وبعمل حاجات كتير. ماشي قولي اقعدي قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله انا كنت متظلمين. بصي قولي لا اله الا الله 100 مره. قولي استغفر الله 100 مره. قولي صلي على سيدنا محمد 100 مره كل يوم الصبح وبالليل. دول 300 ايوه سهرانة عم صلاح هيجي سهرنا لحد تاني يوم. لا يلا دي حلوة عيون القلب. وانا صاحية. استني بقى غزولة بتعملي ايه؟ كوكي يا كوكي كوكي غزولة تيتو تعمل ايه؟ الله ده ايه بس؟ كده الله حلو قوي. الاسطورة تيتو اي لاف يو. العجلة حلوة قوي بتاعت تيتو. ترامبولين بتاع مين؟ ترامبولين بيعرفكوا على الالعاب. غزولة هنا فرنساس غزل. استني تيتو بص. لا يا تيتو استني. حطي رجلي اول واحدة. تمام؟ رجلي اول واحدة. بعد كده بعد ما انزل واحد اثنين
قلبك تخبطي تيتو هتخبطي في تيتو. اوعى تيتو خلاص عشان ما تخبطش. طيب وقفي انت. بصوا يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. طبعا سمعتوا كل اصواتنا ها اكيد طبعا انا احسن صوت طبعا. انا بتريق صراحه يا جماعه ان مفيش حد اصلا طلع صوت. ليه اصلا طلع جنيك تاني؟ يلا كل يوم كل يوم افلام. بقول ندى غنيت لي جرجر متجلجل في الالعاب. غني انت. لا ما بس انا غنيت اغنيه حلوه. يلا بينا برنس مصر ضد الكاس. برنس مصر. بص يا جماعه برنس مصر على طول موجود. ايوه 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 برنس مصر. بص يا جماعه ده سمعتوا الاصوات كلها بتاعت العيله. اكتبوا لنا في الكومنتات تحت بقى مين احسن صوت ومين طبعا اصوات. طبعا احسن صوت طبعا برنس. والله انا عارفه اصلا ما حدش يطلع اي صوت خالص. بس عارفه لو قلت له اغنيه غنيها لي. ما انا مش عارفه محمد كل واحد حافظ اغنيه معينه بيحبها. ايه عامل ايه؟ طب يا خرابي وحشني وحشني. ما بتسالش وفين اراضيك الايام عملت ايه فيك واللي عايشها ازاي انا حضن مدفيك من سهران علشان يواسيك من تتعب من تزعل صح؟ من تزعل تجري ويرضيك. قولي قدرت ازاي؟ يلا انا عايز اقول ان انت وحشني 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 والله اقسم بالله محمد الاغنيه دي مكانك جوه في قلبي في قلبي حبيبي كبير. حلو والله صوتك حلو يا جماعه. الاغنيه دي محمد فضل فتره كل ما اشوفها اقولها. طب انا بقالي ساعه مع ايه عمال افتكر اغنيه حافظها صح جبتها في الاخر. الحمد لله. شكرا يا محمد. شكرا محمد والله العظيم. قعد فتره مره كل ما شفنا انا عايز اقول شايفه صوتي النبحه بتاعت صوتي. لا حنجره جباره النبحه جباره. لا جباره بجد جباره. بس يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اكتبوا لنا في الكومنتات. انا من وجهه نظري ان احلى صوت عندنا معايا هو برنس مصر. وان شاء الله ايه خد الكاس يا جماعه برنس مصر. بس يا جماعه ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده بيكون عجبكم. عجبكم اشتركوا في القناه. كتير كومنتات فعلا تذكروا تشتركوا في القناه. وصلوا على المليون. يلا باي.